يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال للرئيس الكافر مثلا فخامة السيد الرئيس فلان، أم نقيد هذه الفخامة والسيادة بقومه فنقول سيد الأمر كان مثلا، كما كان يقال عظيم الروم أو إمبراطور الروم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنكم إذا فعلتم ذلك فإنه إن كان سيدا فقد أغضبتم ربكم، فلا يجوز أن يقال للكافر يا سيد، لأن هذا خطاب تعظيم. وأما أنه يقال سيد الأمريكان وسيد كذا، ما أدري عن هذا، ما عندي من خبر. نعم.